اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامج افطار رياضي. مثل ما عودناكم نحضركم وجبه افطار كل يوم تكون سريعه وسهله وصحيه. اليوم حنحضركم عصير اللي هو عصير شراب الورد. عصير شراب الورد اللي موجوده هيدي الباتلز الاناني موجودين بمزرعه بلدنا. عندنا المكونات اللي بدنا نحطهم مع شراب الورد هي الفراوله، عندنا التوت، البيريز، الرمان والتفاح الاحمر. هنعمله التفاح اللي موجود عندنا، هنعمل لشخص واحد. عندنا الستروبري، الفراوله، نضيف شراب الورد، هيك مشاهدينا الجوس صار جاهز عندنا اللي هو شراب الورد بالتفاح مع البيريز اللي حنعمله. ما حطينا الرمان معهم لانه اوريدي نحن عندنا الطعم اللي هو الساور، فبنحطه بكعب الكبايه الكوب. هيك مشاهدينا لوجبه افطارنا لليوم العصير صار جاهز عندنا، شراب الورد مع البيريز ومع التفاح. تابعوا معنا لتشوفوا الطبق الرئيسي. نتابع مع بعضنا مشاهدينا بتحضير الطبق الرئيسي اللي هو سمك السالمون. سمك السالمون حنشويها، حنحط معها التوابل اللي هي لازم تكون مع السمك لتعطينا الطعم الطيبة. في عنا كمان الشبت حنستعمله، في عنا صلصة حتكون صوص موجودة اون توب على وجه السالمون اللي هي عبارة عن الأفوكادو صلصة. نحط زيت زيتون، عنا سمك السالمون، نحط معه رشة ملح، بابريكا باودر اللي هي الفلايفل الحلوة، عندنا البهار الأسود الحلو، عندنا الكمون، في عندنا هون الدل اللي هو الشبت، بنحطها بأرض المقلي لتعطينا النكهة والريحة الطيبة اللي فيها. في عندنا الفجل، فإذا عندنا الفجل صار جاهز، عندنا البصل الأخضر، هذا عم نحضر هلا الصوص اللي حيكون فريش مش مطبوخ للسالمون، عندنا الكزبرة، عندنا الأفوكادو، بدنا نخلط المكونات اللي حضرناها مع بعض اللي هي الأفوكادو مع الكورياندر اللي هو الكزبرة مع الفجل، نحط معهم رشة ملح، بابريكا، فلفل أسود، كمون، عصير ليمون، وهون بنحط عصير ليمون للسالمون. مثل ما شايفين سمك السالمون ما لازم سمك السالمون نشوي أكثر من هيك. هيدي البهارات، هون منحط صلصة الأفوكادو. هيك مشاهدينا طبقنا صار جاهز. بتمنى أنه يعجبكم طبق السالمون مع صوص الأفوكادو اللي خلطناها مع
الراديش اللي هي الفجل مع البصل الأخضر وكمان مع الكزبرة. بتمنى أنه يعجبكم. خليكم معنا لنشوف الطبق الثالث اللي هو طبق التحلية. نتابع مع بعضنا مشاهدينا بتحضير طبق التحلية لوجبة الإفطار لليوم. في عنا الموز، اليوم بدنا نعمل كراميل مع الموز مع الرازبيريز والسينامون، وكمان حنضيف عليها الكوكونات اللي هو جوز الهند. مثل ما عودناكم انه نحن نحضر اطباق سريعة وطيبة وبنفس الوقت صحية ومغذية. منضيف السكر، بننطر السكر ليصير كراميل هون ليدوب السكر. بعد منا منضيف معه الموز، مثل ما شايفين مشاهدينا عم تاخد اللون. بهالوقت في عنا جوز الهند، في عنا القرفة، ورشة من الفانيلا باودر. منضيف معه حليب فريش، أكيد بتواجد بمزرعة بلدنا. نحط معه البيريز، بنحط الويبينج كريم. هيك مشاهدينا طبقنا اللي هو الكراميل مع الموز البنانا، مع كمان حطينا السينامون وحطينا معه الفانيلا باودر، كمان عملنا كراميل بالاول اللي هو بالسكر، ضفنا معه الموز، عملناهم كراميليزيه لحتى تاخذ هالكالر الحلو الذهبي، وحطينا معهم ويبت كريم نعنع. فينا كمان نضيف معهم آيس كريم فانيل إذا حابين إنه تكون في حار وبارد مع بعضها، بتطلع كتير طيبة. جربوها وبتمنى لكم إفطار شهي.